السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيسأل أنا عايز أحط الإليفيشن على الفلور ويبقى ظاهر الفينش فلور ويبقى ظاهر برضو أو حتى في الفلور. طيب هروح هنا للأنوتيشن ولا هنا السبوت إليفيشن، عايزين نخليه يعمل الـ FFL والـ SSL. طيب أنا حطيت أهو السبوت إليفيشن، تمام. طيب لو أنا بصيت هنا هو حاطط لي إيه؟ من قلب الخصائص الديسبلاي الفيشن ده بيجيب لي الاكشوال سيلكتد الفيشن. ممكن اقول له انا عايز التوب الفيشن، هيظهر لي كده. ممكن اقول له طب انا عايز اظهر البوتوم، جاب لي ماينس 150. مش معنى ماينس 150 لو جينا نشيل العلامه ديت اللي هي سيلكت اليمنت باي فيس، اذا تعمل سيلكت هتلاقي ان سمك البلاطه فعلا 150. انا لو غيرتها لاي حاجه تانية هيبدا يجيب لي ماينس 300 زي ما هي موجود. طيب دلوقتي بقى انا عايز اظهر الاثنين الاف اف ال والاس اس ال. طيب يبقى هاجي هنا من الديسبلاي واقول له التوب والبوتوم والفيشن، جاب لي الاثنين بس مش مفهومين، فلذلك لازم ادخل على الايديت تايب وهاجي هنا هقول له التوب هيبقى اف اف ال ونقطه. طيب وبعد كده ده هيبقى اس نقطة اس نقطة ال، واقول له ابلاي اوكي، هيظهر معايا ال اف اف ال بزيرو وال اس اس ال بماينس 150. تمام، ممكن انا اسيبه لزيرو زيرو او للدور اللي انا فيه زي ما انا عايز. يعني ممكن اعمل ايديت تايب واختار بقى الالفيشن بيس بتاعي، هل هو البروجكت بيس ولا السيرفي بوينت ولا الانترنال اوريجن اللي هي بتاعت الزيرو زيرو الاساسي. تمام، هتقدر تختار انهي واحده فيهم اللي انت عايزها تظهر معاك كده.